السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله الرحمن الرحيم، غادي نكملو في بريباراسيون كونكور ميديسين. اليوم معنا لا كيسيون 67 من كونكور ميديسين 2022. كما كنشوفو هنا معنا انتغرال، دونك عندنا الانتغرال لي ليفورم ديالو هما 0 و 1، الانتغرال ديال اكسبونونسيال ا اكس سور 1 بلس اكسبونونسيال ا اكس ايتيغال 1 سور ا. واللي مطلوب مني هنا هو حنا خاصنا نقلبو على لا فالور دو ا باش تحقق ليا هاد ليغاليتي ديال الانتغرال. دونك اذا هنا غادي نضطر انني خاصني نكالكولي الانتغرال. هنا اول حاجه عندي الانتغرال، دونك غادي نكتب عندي الانتغرال بين 0 و 1 اكسبونونسييل ا اكس سور 1 بلس اكسبونونسييل ا اكس ايتيغال 1 سور 1 سور ا. الى لاحظنا هنا بالنسبه للفونكسيون اللي عندي هنا في الدينومينيتور، الى درت لها الديريفي ديالها، دونك الديريفي ديال 1 بلس اكسبونونسييل ا اكس 1 بلس اكسبونونسييل ا اكس عفوا ا اكس عندي بالاكسبوزون. الى حسبت لا ديريفي ديالها، دونك الديريفي ديال 1 هي 0 والديريفي ديال ا اكس راه هي ا اكسبونونسييل ا اكس عفوا الديريفي ديال اكسبونونسييل ا اكس هي ا اكسبونونسييل ا اكس. هنا كما كنلاحظوا كعندنا غير اكسبونونسييل ا اكس، دونك لو ا ما كاينش. اذا هنا باش يبان الديريفي ديال المقام عندي في البسط خاص يكون عندي هنا واحد ا، يعني هاد اكسبونونسيال اللي عندي هنا خاص تكون واحد ا. هاد ا دي ملي غادي نجيبها، دونك غادي نضطر هنا نمولتيبليي لي كوتي بجوج، نمولتيبليهم في ا باش هاد ا اللي عندي هنا في المقام طلع. دونك اذا هنا غادي نحصل على هاد الشكل. دونك الى مولتيبليتنا هاد ليغاليتي كامله في ا، اذا هنا غادي تمولتيبليي في ا، دونك هنا غادي ملتيبليو في ا، وهنا الوقت اللي غادي ملتيبليو في ا دونك غادي تدخل عندي هنا. دونك شنو غادي يولي عندي هنا؟ ا فوا ا هنا غيولي عندي 1. اذا الانتغرال اللي غادي يولي عندي هنا نولي بحال نتعامل مع الانتغرال لي ليبورن ديالو 0 و 1، وهنا عندي اكسبونونسيال ا اكس ولتحت 1 بلوس اكسبونونسيال ا اكس دي دو اكس ايغال. هنا غادي يبقى ليا واحد، علاش؟ حيت ا فوا ا هي 1. بطبيعة الحال راه عندي ا راه ديفيرون دو زيرو كيفما كنشوفو هنا، راه ا ابارتيان لار اتوال. دونك وهنا غتكون عندي واحد ا. دابا هنا حصلت على هاد الشكل، وهنا ولا باين عندي بان الديريفي ديال المقام راه هو اللي عندي الفوق في البسط، يعني الديريفي ديال واحد زايد اكسبونونسيال ا اكس هي اللي عندي في البسط اللي هي ا اكسبونونسيال ا اكس. اذا هنا غادي نكتبها على هذا الشكل، دونك يولي عندي الانتغرال بين 0 و 1. اذا هاد الفونكسيون ديال ا اكسبونونسيال ا اكس غادي نردها تولي هي 1 زائد ا اكسبونونسيال ا اكس بريم، وكل شيء ديفيزي على 1 زائد اكسبونونسيال ا اكس، وهذا الشيء هذا ايتيغال 1. اذا دابا حنا بالنسبه للبريميتيف كنعرف بان البريميتيف فونكسيون بريميتيف ديال اف بريم سير اف هادي راه ايتيغال ال ان لا فالور ابسولي دو اف. دونك هنا خص يكون دائما عندي لا فالور ابسولي باش كنضمن. وهنا طبيعه الحال الفونكسيون اللي كنهضروا عليها راه هي 1 زائد اكسبونونسيال ا اكس، اللي هادي راه ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ حيت اكسبونونسيال ا اكس ستريكتومون بوزيتيف بلس 1، دونك تكون اكبر من 1، هادي لا نقاش فيها. اذا هنا ما كنضطر انني ندير لا فالور ابسولي. دونك البريميتيف ديال هاد لا كونتيتي اللي عندي هنا دابا غادي تولي غادي دار في لي كروشي، دونك غادي نديرها في لي كروشي. اذا في لي كروشي غادي تكون عندي هذيك لا فونكسيون وخلاص انا بين 0 و 1، وفي لي كروشي غيكون عندي ال ان، دونك ال ان ال ان ديال ديك لا فونكسيون 1 زائد ا اكس اكسبونونسيال ا اكس 1 زائد اكسبونونسيال ا اكس، وهذا الشيء خلاص كيساوي 1. اذا دابا انا غادي نقلبوا دابا، دونك هنا نوليو كنلعبوا في ايكواسيون، يعني غادي نعوض لي بورن هنا اللي هما 1 و 0 غادي نعوضهم، ومن بعد نقلبوا على لا فالور دو ا. دونك نبدا التعويض، اذا غادي نعوض اكس، اكس يتعوض بواحد، ومن بعد غادي نولي نعوضها ب 0، غندير ناقص ونولي نعوضها ب 0. اذا ملي غادي نعوض اكس بواحد، دونك لا فالور اللي غتولي عندي هي ln ديال 1 زائد اكسبونونسيال 1 فوا ا، دونك هي اكسبونونسيال ا، ناقص ونولي نعوض ب 0. اذا ln 1 زائد
او او زارو واحد زارو فوا ازارو دونك او او زارو غتبقى لي هي واحد وهادشي هذا كامل تيقال تيقال ان. اذا هنا غتولي عندي هي ال ان ديال واحد زائد اكسبونونسيال ا اكس عفوا اكسبونونسيال ا ناقص ال ان ديال جوج تيقال تيقال ان. هاد ال ان ديال جوج بين ديال الطرف الاخر دونك غتولي عندي هي موان ال ان ديال دو. اذا غتبقى عندي ال ان ديال واحد زائد اكسبونونسيال ا تيقال واحد زائد ال ان ال ان ديال دو. مزيان حد هنا مزيان. دابا هاد ال هاد واحد اللي عندي هنا راه نقدر نكتبو على شكل ال ان ال ان دو او دونك واحد او لا ال ان دو او راه هي واحد. اذا تما هاد واحد زائد ال ان ديال دو غتولي عندي واحد زائد ال ان ديال دو. هادي غير التوضيح غتولي عندي ال ان ديال او زائد ال ان ديال دو. وهنا غادي نطبق لا غولاسيون اللي كنعرف اللي هي ال ان ديال ا فوا بي هي ln دو A بلوس ln دو B. إذا هنا مني عندي هنايا ln دو E بلوس ln دو 2 هذه غتكون هي ln ديال دو E. إذا هنا إلا كملت غتولي عندي ln ديال واحد زائد اكسبونونسيال A غتبقى كتساوي هي ln ديال جوج E. فهمنا؟ دونك غادي نكمل الكالكول. على خصني نكتبها بحال هكا حيت الوقت اللي غندخل ليكسبونونسيال على الكونتيتي بجوج باش نإليميني ال ان. دونك نكمل. اذا وصلنا ال ان ديال واحد زائد اكسبونونسيال ا اتيكال ال ان ديال دو زو. دونك انا غادي ندخل ليكسبونونسيال عليهم بجوج. الوقت اللي غندخل ليكسبونونسيال عليهم بجوج يعني دونك ال ان غادي تحيد هي ال ان من هنا دونك غادي تحيد ال ان من هنا وغادي تحيد ال ان من هنا. خصوصا هاد لا كونتيتي كيما قلنا ديال الداخل ديال واحد زائد ln دو ا هادي راه واحد لا كونتيتي اللي هي بوزيتيف. اذا ما تكونش هي لا فالور ابسولو ما نطيحوش داك البروبليم ديال الا كانت نيجاتيف خصني نضرب لو موان دونك راه بوزيتيف. اذا هنا غادي ندخل مباشره غادي ندخل ln او عفوا الاكسبونونسيال وغادي نحصل على هذا الشكل. دونك غتولي عندي واحد زائد اكسبونونسيال ا ايغال دو او. اذا ملي غادي نديو هاد لو ان نديو للطرف الاخر اذا غادي نحصلو على اكسبونونسيال ا ايتيغال دو او موان زا. وهنا خاصني ندخل ال ان دونك خاصني ندخل ال ان عليهم بجوج. وكما العاده خاصني نتاكد بان هاد لا كونتيتي اللي عندي هنا خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف خاص تكون اكبر قطعا من الصفر. وهذه شي حاجه اللي هي بديهيه علاش حيت عندي او انا راه اكبر من واحد او تقريبا راه هي 2.72 والوقت اللي غادي اذا دوزو حتى هي راه اكبر من واحد اكيد. اذا هنا غادي ندخل ال ان بلا حتى شي مشكل. والوقت اللي غادي ندخل ال ان دونك غتبقى عندي ا تبقى عندي ا ايتيغال ديال ال ان ديال دوزو موان زان. وهذه هي لا كونتيتي ديال ا. وهنا كيبان بان لا بون ريبونس غتكون هي لا ريبونس دي. اذا كما لاحظتوا بانه يعني انتغرال سهل جوست كانت هاد القضية ديال واحد على أ دونك يعني كانوا كيعطيو تحسب تكالكولي لانتيغرال. دابا هنا قالك انتيغرال أن سور أ دونك خاصك تملتيبليي في لو أ وتسد انتيغرال عادي دونك مكاينش شي حاجة لي جديدة هنا. غير شوية خاص الواحد يثبت في القراية ديال لاكيستيون وما يتأخرش منها. دونك هذا كان بالنسبة للفيديو ديال اليوم لاكيستيون 67. موعدنا إن شاء الله الرحمن الرحيم مع كيستيون جديدة من كونكور 2022. السلام عليكم ورحمة الله.